المحاضرة الجاية يرتدون أضحية أو كلب مسعور وهو غير ممنع الشخص، هنا أنا راح تظهر سموم، لازم أني أركض وأجي أعادل هاي السموم. شلون أعادلها؟ أعادلها من خلال الأنتي سيرا اللي تحتوي على سبيسيفيك أنتي بودي ضد هذه المسببات. قلنا ممكن احنا نحضر الانتي بودي ايضا خارج جسم الانسان، ممكن بالحيوان، وتتذكرون من شنا نقول احنا بناخذ من الانتي سيرم من الحيوان غالبا، او من المحتمل ان يحصل عندي سيرم سيكنس. احنا تكلمنا عن سيرم سيكنس، والمحاضرة القادمة هم راح اسوي لكم فد ريفيو على السيرم سيكنس، على الكومبلمنت، على يعني على الامور اللي احنا اخذناها والها علاقه ويا مواضيعنا بالسيرا اند فاكسين، يعني انتوا اخذتوها بالمناعه بس هنا الها علاقه، فلازم نجي نعيدها شويه حتى نسوي ريفرشمنت للمعلومات مالتكم، حتى بدون تجاوبون تعرفون او من تسالون سؤال، يعني سؤال الام سي كيو، هاي الشغلات اللي هي تنطيك فكره عن انه انت فاهم الموضوع ام لا، حتى يكون عندكم باك جراوند زين. قلنا اكو نوعين او ثلاث انواع بصراحه، اكو جينيتيكلي انجينيرد انتي بودي، واكو بولي كلونال انتي بودي، واكو مونو كلونال انتي بودي. الميون الجينيتيك خلوها بعدين نشرحها على الاسبوع القادم. الاسبوع الماضي اخذنا شويه على البولي كلونال انتي بودي، قلنا هو consist of many or poly different antibodies that bind to many different epitopes on the target antigen produced by clone of B cells, each of them bind to different epitopes on antigen. شلون نحصل عليه؟ إذا معناها أنه هو ممكن يرتبط بأكثر من epitope على الأنتيجين، بإيبيتوبس مختلفة، أهم شيء إنه الإيبيتوبس مختلفة هو يقدر يرتبط بها، هذا اللي هو عفواً البوليكلون أنتيبودي. الأنتيجين شلون نحصل عليه؟ إنه أنتيجين is injected once into rabbit and wait about 3 weeks later to produce polyclonal antibody. ليش ننتظر 3 weeks؟ قولوا لي. هل يعرف؟ نعم. عفوا وياي من جون كيلن طلاب معي اختفيتم. شنو دكتورة؟ دكتورة ننتظر 3 أسابيع على مود تتمكن هاي الجسيمات إنه تنتج البولي كلونال أنتيبوديز. ها اللي حتى يكون كميو ريسبونس، يعني كأنه أول مرة تتعرف عليه، بعدين هاي اللي حكيناها سابقا ماكو من نقول إنه فيرست إنجكشن يراد لها فترة زمنية التعريف ثم ينتج الأنتيبوديز. تنتج نعم دكتورة. هاي الفترة اللي هاي اللي احنا نقول عليها تذكرون الفترات سميناها intervals، اخذنا العوامل التي تؤثر على المناعة الفاكسينات ضد الفاكسينات، العوامل اللي تأثر استجابة المناعية ضد الفاكسين، وقلنا اكو الفترات الزمنية بين الدوزز، يعني يعني مثلا انتظر اسبوعين 3 أسابيع يصير عندي، معناها عندي انتيبودي. إذا أريد أسوي دوز ثانية المفروض أنتظر، يعني يعني ما رأسا مباشرة اليوم انطيت الدوز الأولى وأسبوع انطيت الدوز الثانية. This is depend on the type of the vaccine، اعتماد على الفاكسين الجرعات اللي ممكن تنطي المعززة تختلف من فاكسين إلى آخر. وستبدأ تشوفون إنه كورونا فاكسينز كل فاكسين إلى خصوصيته، قسم 3 شهور، قسم شهر، قسم 3 أسابيع، ويعطون الدوز المعززة. لاحظوا هنا هو البولي كلونال أنتيبوديز، هو نفس هذا نفس
الكلونز اوف انتي بوديز، بس إلى قابلية إنه يرتبط مع different epitopes on the same antigen. هاي كلها المولكيولز هي polyclonal antibody، بس وين مرتبطة؟ مرتبطة بهذا الشكل من الإبيتوب، بهذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل. إذا معناها ممكن على كل الإبيتوبس اللي موجودة على الأنتيجين هي ممكن ترتبط. يمنا التحضير اللي حكينا عنه سابقا، إنه أنا أسوي injection immunization and boosting، يعني قصدي إنه ممكن جرعة واحدة أو جرعتين. مع الأسف أنتم ما اشتغلتوا، يعني ألايف إنه كله أونلاين. كان ممكن تأخذون أرانب، جميع نقسمكم تأخذون أرانب وتحقنوها إما بسيرم هيومن سيرم أو يعني خلايا أو شيء. راح ورا فترة، ورا كم أسبوع أو أسبوعين، ممكن نسوي لها بوستر دوز اللي هي جرعة معززة، بعدين نجمع البلاد من الإبن. إذن الأرنب كل شيء بسهولة، شوف حالكم إياه بالعملية، ماكو حاجة أعيدها. ثم نحصل السيرم، والسيرم راح يكون يحتوي على ميكستشر أوف أنتيبوديز اللي إحنا نسميه بالبوليكلونال أنتيبودي، ونستخدم هالبوليكلونال أنتيبودي. Uses of polyclonal antibodies. First is to detect a known or unknown isoform of antigen. Antigens, I have not antigens. With high antigen homologs. Homology or homologous, يعني متشابهة. احنا ممكن ان detection نكشف عن الانتيجينات كثير من الانتيجينات المعروفة والغير المعروفة المتشابهة، يعني متشابهة، لأنه احنا قلنا أنه هذا البوليكلون انتيبادي ممكن يرتبط بأنواع مختلفة من الإبيتوبس. فإذا أكو مثلا متشابهة هي بإبيتوبس وحدة ذول الانتيجينات، معناها ممكن يكشف عن تو انتيجين، two types of antigen, three types of antigen. It depends on the epitopes اللي موجودة على سطحها. إذا أكو واحدة تشبه الثانية فرأساً يرتبط هنا ويرتبط هنا. بهالحالة معناها إنه to detect low level of a particular antigen. يعني أنا ما راح أميز 100% specific antigen، لأنه هو ده يرتبط ويا هذا ويا هذا، مجرد إنه إبيتوبس مشتركة بيناتهم ما يقدر يرتبط. إذا معناها الليفل، مستوى إنه أني أحصل على سبيسيفيك أنتيجين، الكشف على سبيسيفيك أنتيجين تكون لو. To capture as much antigen as possible، وهو مني ممكن يرتبط بالأنتيجين قد ما يستطيع. To detect denaturated protein، إذا هو مو بس يرتبط بالأنتيجين اللي هو عليه الإبيتوبس، حتى البروتين اللي هو مسخ يسمون denaturated، يعني متغير، خلينا نقول ممكن يرتبط به. To detect a target in solution with varying pH and salt، إذا أيضا هميني حتى ما يتأثر بال pH والصلت والهذا، يعني شوف شلون يتحمل. بس هو شنو؟ انه ما عنده ديش الخصوصيه الكامله اللي اني ممكن استخدمه لتشخيص particular antigen. هسه هنا مثلا احنا ممكن، اذا عندكم يمكم حبايبي ورقه وقلم، او تفتحون على اللابتوب مالتكم تقدرون تكتبون اريد ارد لكم الادفانتج. هنا أنا عندي disadvantage، مع الأسف ما كاتبة الadvantage، ما منتفع عليها. أنا كتبتها بورقة وصراحة أرد لكم إياها. ممكن تبلشون وياي؟ تمام دكتورة. تمام دكتور. أوكي. الadvantages، أولاً inexpensive to produce، إذا معناها is very، الكوست كلش
مو مكلفة لإنتاجه. inexpensive to produce. اثنين quick to produce. بارزة. purified antibody اللي ممكن تختصره AB. ready to use in under 4 months. يعني بما معناه بسرعة حصله وقت تبروديوس، وممكن نسوي له purification، وممكن يستخدم purified antibody، وممكن يكون ready to use in under 4 months، خلال 4 أشهر ممكن أن يحضر كل شيء. It's so easy. So three بتلحقون وياي. طلاب بتلحقون وياي يا رجاء نحن نجاوب. اي دكتورة. اوكي. رقم 3 easy to store، سهل الخزن. easy to store. رقم 4 high stable and tolerant highly stable and tolerant، يعني يكون stability مالته عالية ويكون متحمل. and tolerant of pH or buffer changes. هاي يعني قبل شوية قلناها، احنا قلنا ممكن انه هو يكون يعني good in different pH. إذن highly stable رقم 4 highly stable and tolerant of pH or buffer changes. اوكي اكو نقطة ما كتبتوها دكتورة، ممكن تعيدين الثانية؟ الثانية quick to produce بارزة. purified antibody ready to use and in under 4 months. بعد اكو حد ملحق؟ اوكي شباب دكتور. اوكي هذه الادفانتج. الديز ادفانتج شنو هي اللي موجوده عندكم هنا على المحاضره؟ First shared epitope on different proteins can label multiple proteins that are not the antigen protein. يعني لما هو يشترك مع كل الابيتوبس، اوكي shared يشترك epitopes on different protein، بروتينات مختلفة، هو ممكن يشترك في انه يرتبط بepitopes عليها. Can label multiple protein that are not the antigen protein. وبهالحالة انه احنا ممكن نسوي labeling للبروتين الابيتوبات اللي احنا مو احنا اللي نريدها، not the antigen protein، مو اللي الانتيجينسيتي اللي موجوده ضمن بروتين معين، بما انه هالشراكه اللي دا تصير دا تفقد لي انه صعب لي الامور، صعب لي انه اني اجي اسوي ليبلنج لبروتين سبيسيفيك بروتين. Specific antigen protein. Obtaining the antibody depends on a living animal and the ultimate death. إذن معناها إنه شنو؟
لازم يكون الحيوان حي لأنه حتى ينتج لي الأنتيبودي، فلازم living antibody. تحضير الأنتيبودي أنا أحصل منين؟ من الأنتي سيرة، يعني من السيرة، ما أخذ البلد وبعدين أفصل منه السيرة اللي يحتوي على specific antibody اللي نسميه أنتي سيرة. فلازم يكون الحيوان حي، إذا مات أنا بعد ما أحصل منه أي شيء. لازم يكون حي حتى آخذ من عنده الدم اللي يحتوي على السبيسيفيك أنتي بودي. Death of the rabbit means no more antibody. إذا مات الحيوان معناها ماكو antibody. When a new rabbit is immunized with the same antigen, the exact epitope generating antibodies will be different and a different number of clones are generated. يعني أنا من أجي الأنتيجين جيت حقنته أو immunized antigen انطيته لي حيوانات مختلفة، الأنتيبودي اللي راح يطلع لي من كل الحيوانات يختلف واحد عن الثاني من حيوان إلى آخر. تصوروا ليش يختلف؟ دكتورة ممكن تعيدي السؤال؟ بس احنا بقى when a new rabbit is immunized, the rabbits is immunized with the same antigen, the exact epitope generating antibodies will be different and a different number of clones are generated. يعني بنحقن الأرنب بأنتيجين، ايش راح يطلع لي؟ هل راح يطلع لي ان كلهم يحتوون على نفس الإبيتوب؟ دكتورة لأن الإبيتوب اللي يولد الأنتيبادي راح يكون مختلف بكل ربط، فراح ينطيني أنتيبادي مختلف. هو هذا اللي هو طبيعة الميونوغلوبين يتكون بحيث عنده خاصية انه يرتبط بعدد واسع من الإبيتوبز، بما معناه انه ما راح يطلع لي كلون وحدة وانما تطلع لي different clones، وهاي different clones معناها انه تنطيني different antibodies وكلهم هم polyclonal antibody يرتبط مع هذا الإبيتوب وهذا وهذا وهذا، يعني بأكثر من واحد مثل ما رويكم بالصورة السابقة. اوكي هذا ما يخص polyclonal antibody، منين نحصله، شلون نحصله، الادفانتج disadvantage، اوكي واليوزز والاستخدام. يعني هذه من اجي اقرا لازم اني اركز على هالنقاط واشوف شنو معناها. يعني هو صح اكو حفظ بالموضوع بس الفهم قبل الحفظ، يعني لما تجيكم اسئله ما تعتمد على الحفظ وانما تعتمد بعض الاحيان على الفهم. انت اذا فاهم راح تقدر تجاوب، اذا بس حافظ ممكن ما تجاوب السؤال، ما تعرف شنو اللي هو يا نقطة منهم، فلازم أفهمها. يلا النوع الآخر قلنا إن الأنتيبودي اللي ممكن إحنا نحضره هو اللي هو نسميه بالمونوكلونال أنتيبودي. Antibodies that are identical because they were produced by one type of cells and always bind to signal or single epitope. إذا يرتبط ويا من؟ ويا single epitope. ينتج من just one type of cells، من كلون واحد. اللي قبل نحضر قبل التحضير أرويكم شلون يصير الارتباط مالته وشكله. هذا اللي هو احنا نسميه بالمونوكلونال انتيبودي. هاي المونوكلونال انتيبودي شوفوا شلون مرتبط ب one type of epitopes. اوكي واضحة؟ بينما الصورة اللي قبلها كان ممكن الانتيبودي يرتبط بكل دول الابيتوبس،
سميناه بالبوليكلونا، كل موليكيول ممكن ترتبط هنا ترتبط هنا وهنا وهنا، بينما المونوكلونال لا، فقط يرتبط just one type of epitope. اوكي، ينتج من كلون واحدة نوع واحد تايب واحد، ويرتبط ايضا بتايب واحد. هاي دلالة على شنو هذا الشيء مقارنة مع البوليكلون؟ شو جاء على بالكم؟ شنو دكتورة؟ شو جاء على بالكم انه اول اختلاف ايش يختلف مونوكلون عن البوليكلون؟ انه الانتيبادي يرتبط ويا ايبيتوب واحد مو مختلف، نوع واحد، نوع واحد. وانتاج مين يكون؟ ليش صار نوع واحد؟ لان من واحد من الخلايا مو عدد من الخلايا. One type of cell. Type بالضبط، مو واحدة من الخلايا وإنما type of cell. Clone. دكتور هو ينتج من نوع واحد من الخلايا لأنه يرتبط بإبيتوب مفردة واحدة. بالضبط، إنه هو كلون من الخلايا، كلون متميز ويعني واحد، وارتباطه بسنجل إبيتوبس أيضا، نوع واحد من الإبيتوبس. ثلاث بنات أنا سمعت أصواتكم، تقع منو بعد؟ نور. اسمع مهدي. ثلاث اسماءكم بالزولية ها على الجروب. دكتورة يعني أول فرق إنه متمايز. أول فرق إنه ينتج من كلون، من just one clone of cells. نعم. One type of cells. واثنين إنه هو يرتبط مع just bind with a single epitope. أيضا نوع واحد. بينما البوليكلون بالعكس بالضبط. إنه many types of clones and with different epitopes. خيلوها للشغلة يعني. زين، شلون نحضر هالمونوكلونال انتيبادي؟ المونوكلونال انتيبادي immunized animal. immunized animal يعني بما معناه أحقن الأنيمال. أنا كان عندي صورة، ما أدري هنا موجودة أو لا، الصور موجودة في مكان آخر في التكملة، ما موجودة عندنا. إذا بقى عندنا وقت تذكروني إنه أطلع لكم إياها بغير سلايد، إذا ما أتأخر. زين، أنا عندي أنيمال، تخيلوا عندكم رابيت، جيت وحقنتو ب انتيجين بفاكسين معين. زين، هذا الانيمال وش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده استجابه مناعيه. ثاني من عنده استجابه مناعيه ايش اخذ؟ اخذ من السكلين مالته، اخذ خلايا. تتوقعون من السكلين يا خلايا شنو دكتورة؟ من السبلين شيء يا خلايا آخذ حتى أتأكد إنه يعني immunized animal. البي سيل؟ بي سيل أو بلازما، بلازما سيل. منو عندي وياي من تقى؟ أي دكتور. أوكي، هاي صح أنت عندك. أوكي، إذا معناها يعني أنتوا باعوا وتباعون، بس شوية ها، بس أنزل عيني. فيوز بلازما سيل وذ مايلوما، إذا معناه إيش ماخذين؟ خلايا البلازما، بلازما سيل. بلازما سيل أخذنا المنتجة للأنتيبادي، لأنه إحنا منعنا للأنيمال نتج لي أنتيبادي، ونتج لي بصراحة أهم شيء إنه خلايا منتجة للأنتيبادي اللي هي البلازما، فأني آخذ من عنده بلازما، أي بلازما، فيوز بلازما سيل. أدمجها ويا من؟ أدمجها ويا مايلوما سيل.
المايلوما سيل اللي هي شنو تعتبر هذه المايلوما؟ دكتور انتيجين؟ لا مو انتيجين، خلايا سرطانيه. بالضبط، خلايا سرطانيه. من وياي من البنيه تشك؟ ثقه. أم تقى اليوم تقى ما شاء الله، عود أخذي لنا الحضور حبيبتي اليوم. أوكي زين، ما شاء الله اليوم عليك كل الشيء هذا. إحنا هذه هي خلايا سرطانية. إيش تختلف الخلايا السرطانية عن الخلايا العادية؟ بسرعة تنقسم. عافية. منو؟ نور. نور، كتبتي اسمك سابقا يا ولا؟ أي دكتور. انت ماكو حاجه تعيد لها، انت المقبله. رجاءً الطلاب البقيه اريد نشاط، لانه هاي كلها عليها درجات. انتم تظلون بهالشكل هاي مستحيل، يعني راح تنجحون. نور الله علي موجوده؟ زهراء رياض زهراء رياض موجودة؟ موجودة. أنت ما عندك الكوز الأول، ما ممتحنة؟ أي فقط الكوز الأول صحيح. عمر سامر، عمر موجود؟ عمر الكوز الأول ما عنده درجة، الكوز الثاني راس. رسل عبد الكريم، رسل ايضا راس بالامتحان الثاني. زهراء سعد، عندكم فكره عنها؟ زهراء سعد موجوده؟ تكون زين ما موجوده، واليوم ما موجودة، أكيد المحاضرة الأولى أيضا ما موجودة. أثير صالح أيضا ما عندك وزين، ماكو. شمس موجودة؟ شمس نعم دكتورة. حبيبتي أنت الكوز الثاني ما عندك؟ امتحنة ماكو، ما عندك درجة. شلون دكتورة امتحنت وطلعت يعني سبعة؟ هاي سبعة الكويز الأول. عندي شو كويز، الكويز الثاني من امتحنت. زهراء ماجي، ما موجودة زهراء ماجي؟ ماخذة واحد الكويز الثاني. ثريا، ثريا راسة بالكوزين، ثريا ما موجودة؟ حسن. نعم دكتور. حسن انت مين؟ واحد من الكوزات ما ممتحنها، بس واحد عندك ستة. لا دكتورة ممتحن اثنين تسعة ماخذ. ما لا تقول لي، لأنه أنا أخذتها من الكمبيوتر، يعني معناها السبمشن ما صايرة. ادي صور، ادي صور لها ماخذ، يعني مو زين. سميه، سميه موجوده؟ ام الكوز واحد من كوزاتها مراسله. رجاء طلاب عندكم الاسبوع القادم اكو كوز، هاي الماده كلها اللي بدنا نشرحها من البوليكلونال عندنا لحد هاي الشغلات اللي من المناصر. هاي عندكم كويز، رجاء اقروا زين. اوكي، اذا قلنا المايلوما سيل لها القابليه بالانقسام السريع اكثر من الخليه الطبيعيه، فاني اجي اخلي ادمج بلازما سيل ويا مايلوما سيل. اكزامبل على المايلوما سيل اكو باج نسميه، يعني سيل لاين اللي هو بي بي اي جي، ماكو حاجه تحفظوه، هو بولي اثيلين
أمينترين، تايميدين، ميديافا، يعني ماكو حاجة. أوكي؟ زين. هذولي أني دمجتهم مع بعضهم. فيوز. فيوز يعني دمج. راح تندمج هاي الخلية مع هذه الخلية. هذه الخلية منتجة للأنتي بودي، هذه الخلية سريعة الانقسام. فأخليهم بميديا، الميديا اللي هي HAT اللي هي هايبوكسانتين أمينوترين تايميدين ميديا. أما أكو حاجة تحفظوها على المستقبل إن شاء الله تأكبر. المهم HAT شنو هي هذه؟ خلوا يمها أنتوا كتبوا نوتس، كتبوا إنه هاي ميديا حتى تعرف إنه أنا أخذت أول شيء من نعت الحيوان، بعدين أخذت من عنده خلايا منتجة للأنتيبودي اللي البلازما، بعدين دمجت البلازما سيل مع المايلوما سيل ووضعتهم في ميديا، بعدين إيش سويت؟ إنه حصلت على كلون رينينج سيل. من يصير فيوز يعني اندماج بين الخليتين راح يتكون نتيجة كالاندماج عندي خلية واحدة اللي هنسميها clone remaining cell، راح يبقى لي كلون واحد اللي هو نتيجة الاندماج، يعني بدال نوعين راح يطلع لي نوع واحد. هذا النوع الواحد شو سميه هايبريدوما cell. اوكي اوكي فهاي الهايبريدوما سيل are screened to identify لازم in individuals that secrete desirable antibody. اذا هاي الهايبريدوما راح تكون انه اجي اشيكها هل هي منتجه لهذا الانتيبودي اللي اني يعني من البداية سوينا immunization وعلى نشيك الhybridoma cells screen to identify individuals that secrete desirable يعني المطلوب الantibody. فإذا طلع okay this is the same antibody اللي أنا أريده أجي شو أسوي؟ grow the chosen clone of cells in tissue culture identifiably. يعني بما معناه انه انا راح انمي هذا الكلون اللي حصلته المنتج للانتيبودي هو كلون واحد نوع واحد ازرعه ب tissue culture خاصة. harvest antibody from the culture. إذا أنا من الجين راح أحصل الأنتيبودي هذا الكلون اللي حصلته الذي له القابلية على إنتاج أنتيبودي وله القابلية على أن تنقسم الخلايا لأنه وعتها المايلوما صفة المايلوما أنه تنقسم بسرعة وعتها صفة أنه تنتج لي أنتيبودي فمن أسوي سيل كالتشر حتى أحصل على الخلايا اللي تنتج بالسيل كلتشر راح تنتج لي هذا الانتيبودي اللي اريده. فان معناها ان الانتيبودي بهالحاله مين راح اخذه؟ هل اخذه من الانيمال؟ شاره من التشو كلتشر اللي سويناه من التشو كلتشر بالضبط من حضرتك عيني اذا ما درست سابقا ديسيليكس اي دكتور هذا اوكي زين اذا معناها شو هذا اختلاف كلش مهم انه شوف يعني وين دا حصل المونوكلونال انتيبودي من الكلتشر من الكلتشر بينما البوليكلونال انتيبودي منين حصل من السيرم دكتوره من السيرم من الانيمال اوكي حتى من اقرا ما اجي اقرا هيك بس مجرد حفظ اقرا اسوي فروقات بين هذا المونوكلونال والبوليكلونال بالانتاج بالاستخدام بال صفاته بكذا حتى تبقى ببالي كل الشغلة. اوكي اكو سؤال على الموضوع موضوع التحضير مال مونوكلون انتيبودي؟ لا دكتورة اه
هسه نجي همين نفس العملية نشوف هذه الصورة ان احنا شفناها انه يرتبط بإبيتوب واحدة وهو كلون واحد، وين نستخدم المونوكلونال انتيبودي هنا مور سبيسيفيك راح يكون، يعني يرتبط بإبيتوب نوع واحد فديتكتين سبيسيفيك انتيجين، بينما هناك مش انه نقدر نحصل انه ممكن سبيسيفيك انتيجين انه انا اسوي له اكشف عنه. Detecting a single member of a protein family. هناك كنا 100,000 بروتين ممكن أني يعني هو يقدر يرتبط ويا many types of epitopes. فما أقدر يكون more specific. نانا is single member of a protein family. Quantifying protein expression. أيضا ممكن نقدر protein expression اللي هو يعني شلون جينك سوي التعبير عن البروتين، عن بروتين معين بما معناه سبيسيفيك بروتين انه ممكن احدده واقيمه واقيس. Detecting changes in molecular conformation، يعني اذا تغير الكونفورميشن شكل الانتيجينز معناها الابيتوبس مالت تغيرت، معناها هذا ما يقدر يعني يقدر capture it، بينما إذا بقت على نفس الconfirmation ممكن إنه changes اللي يظهر مثلاً على السطح نسوي folding. تذكرون إن أخذنا أنواع الإبيتوب إن إما linear على سطح ال antigen or the protein يتبع تسلسل الأمينو أسيد على البروتين، أو إنه في حالات معينة من يتغير المولكيولر confirmation شكل المولكيولز على سطحها ممكن تظهر لي اللي نسميها بالفولدد فولدد ايبيتوبس اللي ممكن ايضا ديتكتد باي. فاحنا هنا انه هذا شلون ما يكون الايبيتوبس الموجود احنا ممكن نقدر نسوي له ديتكشن لكن changes in molecular confirmation. immunotherapy يعني ممكن استخدم immunotherapy لانه more specific، يعني مور سبيسيفيك يرتبط مع المسبب المرضي فيعادله نيوتراليز اكثر من البولو بولي اللي يعني يكون نان سبيسيفيك نوعا ما لانه يرتبط ب اعداد اشكال مختلفه من الايبيتوبس. هذا ما يخص اللي هو البروسيجر والمونوكلونال يوزز. Types of monoclonal antibody design اللي احنا نصممها، يعني احنا ممكن نصمم هذا الموضوع. انا راح احكيه بطريقتين، راح احكيه هنا واحكي لكم اياه ايضا على الاسبوع القادم بمفردات اخرى متقاربه لهذا، فياه اللي يكون عليكم سهل حتى يعني نزيد من فهم الموضوع أكثر. فشون أني أصمم مونوكلونال أنتيبادي من سبيشيز مختلفة، يعني من أنيمال من ماوس، ممكن أخلط بيناتهم اثنيناتهم وينطيني نوع معين من المونوكلونال أنتيبادي. ممكن احصل على مونوكلونال انتيبوديز من الماوس اللي هي 100% ماوس، بس ممكن احصل محضر اني احضره كايمريك ماوس. هسه الماوس اذا لونها احمر ازرق سوري والهيومن لونه احمر، اوكي الانتيبودي مولكيول، فاني ممكن اخذ قطعه من مونوكلونال انتيبوديز مال الماوس اجي اشكلها ويا المونوكلونال انتيبوديز مالت الهيومن، راح يطلع لي شكل اخر اللي نسميه كايمريك. كايمريك اللي هو مثل خيالي مثل تصنيعي، يعني احنا بنضبط ونسوي على راحتنا شلون نريد. فهنا 33% شنو هو؟ يعني هذا جزء بسيط من الماوس والباقي مين؟ من الهيومن. فكايمريك
تايمر نسميه. الهيومنايز هيومنايز 5 إلى 10 ماوس. إنانا إنه مونوكلون أنتي بديز مال هيومن بس أخلي بيه 5 إلى 10% أخلي من الماوس. هاي ليش نخليها إحنا؟ ليش تتوقعون إحنا نسويها؟ وهاي بروتين يعني هيومن مولكيولز اللي هي 100% هيومن وذيس 100% ماوس. تتوقعون اكثر حتى نخليه اكثر اكثر خصوصيه؟ بالضبط انه اريده مور سبيسيفيك. يعني احنا قلنا مرات احنا عندنا بالمسبب المرضي اللي انا اريد اقضي عليه مرات مو بس ايبيتوب وحده، مرات اكثر من ايبيتوب اللي هي هاي اللي لازم يرتبط وياها الميونوغلوبينين. فاذا ما قدر الهيومن انه يرتبط او حتى اذا كانت هاي الهيومن اتز نورمال بس انا اجيب لها قطعه بها خصوصيه ان ترتبط مع سبيسيفيك ايبيتوب فأخليها وياها. كيف حجم القطعة؟ كم جين تحتوي؟ كم منطقة اللي ممكن يعني ترتبط وياها؟ إزدبنت يعني إما 33% أو أكثر أو ممكن إن تكون 5 إلى 10. أوكي؟ ليش أنا أسوي هالشي؟ ليش أخذ من الأنيمال وجي أخليها على الماوس على الهيومن؟ أو أخذ من الأنيمال وأخذها؟ دكتورة لأن دكتورة يمكن إنه تكون أقل استقرارية لأن هي أقل استقرارية أو على مود الاستقرارية مالته. لا استقرارية أو شيء آخر إحنا عايشي. شنو السؤال دكتورة؟ ليش إحنا نأخذ منا نقطع أو أخذ من الماوس وطيها للهيومن؟ مونوكلونال بالماوس وطيها للهيومن. على دكتورة لأن شون؟ قبل شوي حكينا حسب قبل شوي حكينا حتى نكون انتبادي مناسب للحالة المرضية مالتي. مو هي هنا عندي انتبادي وهنا عندي انتبادي، جبت من الماوس قطعة خليتها هنا، أو آخذ هذا هو همين ضد الانتبادي ضد الانتيجين كامل. دكتورة لأن ممكن الجسم أو الجهاز المناعي ما يتقبل 100% مال الماوس؟ فناخذ بس قطعه مطلوبه. هسه انسى الماوس هورس انيمال صوره عامه. دكتوره يعني ناخذ هاي النسبه المعينه حتى لا تكون حساسيه او استجابه مناعيه قويه للجسم من الباقي. حساسيه شنسميها؟ اليرجي. الارجي هاي الحاله المرضيه شو نسميها؟ سيرم سيكنس. اها طب ما احنا خلينا ناخذ الانتي بودي شطاير مو؟ اي دكتور اي خلوا على بالكم لانه الاليمنت حتى اقل من حدود السيرم سيكنس اوكي هي الالرجي اوكي يعني بصوره عامه بس احنا ما طول ماخذين سبيسيفيك يعني فيتشر خلينا نقول او سبيسيفيك ديزيز اللي ممكن يحصل فاني اروح على سبيسيفيك ما احكي بصوره عامه اقول الرجي من تايب 3 مو سيرم سيكنس تايب 3 مال الهايبرسنسيتيفيتي. اوكي فحتى اقلل من هاي الشغله انه اني اخذ من الانيمال جزء من المولكيولز اللي لها خصوصيه الارتباط مع specific epitopes على المسبب المرضي واخليها هنا أنا اشلبها ب اكيد هاي تقنيات كلها مولكيولر واجي اشكلها هنا بالمنطقه اللي يرتبط بها الباراتوبس هنا ويا الفاب اللي هي الباراتوبس اللي يرتبط بها الانتيجين. اوكي
وياي طلاب يا اختي فنيت. لا دكتورة وياك. لا دكتورة وياك. اوكي الحمد لله. اوكي بروبلم ويب يوزنج ماوس مونوكلونال انتيبودي. بس احنا حكينا عن صم بس احنا عمين راح نركز بعد الى امور اخرى. سيفير الرجيك ريسبونس ممكن يحصل عندي الرجيك. ديفيوز هيومن لينفوسايت ماوس مايلوما سيلز ار فيري انستابل. هنا راح تكون غير مستقره اذا اخذت مثلا من المايس او من الماوس اخذت الخليه المنتجة للأنتيبودي وخلطتها مع الهيومن لينفوسايت فراح يكون النسيفير الألرجي يكون أنستيل. There are no suitable myeloma cell in human that can replace mouse myeloma cell. يعني احنا بناخذ الميلوما cells بناخذها من الماوس غير مشابهة للهيومن مايلوما. There are no suitable myeloma cell in human that can replace mouse myeloma cell. لا يمكن انه تحل مكانها. يعني المايلوما cell اللي ناخذها من الانيمال غير المايلوما cell اللي ناخذها من الهيومن. فيفضل اكيد ان ناخذ احنا من الهيومن. شو تقولون ناخذها من الهيومن يوم من الماوس؟ فكروا بيها وعلى الاسبوع الجاي جاوبوني. شنو يا دكتوره المايلوما من ناخذها؟ هسه احنا حكينا عن الانتي بودي اللي الهيومن يوم من الانيمال بنسوي البوليكلون انتي بودي وليش؟ دكتوره اعتقد ناخذها من الهيومن. لا لا ما رجاب ما رجاب ما رجاب هسه على الأسبوع القادم وراح تقرون عندكم كويس على الجواب هناك إن شاء الله. دكتورة ممكن تعيدين السؤال الواجب لأن الصوت قطع عندي. ماذا أسمع حبيبتي لي قطع دكتورة بس رادت أن تعيدين السؤال. الأفضل ناخذ المايلوما سيل حبيبي مايلوما سيل مو أخذناها حتى نحضر المونوكلونال انتيبودي. فالافضل ناخذها من الهيومن او ناخذها من الانيمال وليش؟ زين ممكن يستخدم as what as immunology. يعني أنا دكتورة صوت الشرح حسي أنا رجع هسه رجع الحمد لله من رجع أهم شيء يرجع. أوكي الأنتيبوديز اللي هسه قبل شوي حكينا عنه بصورة عامة المولكيولز مالت الأنتيبوديز اللي هي واي شيب. أوكي هذه الانتيبوديز ممكن اني استخدمها از اميونوجين. شنو اقصد بالاميونوجين؟ دكتوره هو اللي يحفز استجابه مناعيه يعني يتعرف على الجهاز المناعي. استجابه مناعيه اذا هو مواد ممكن تحفز استجابه مناعيه. اذا بمعنى الانتيبوديز اللي اخذها من شخص معين او اخذها من انيمالز معين ممكن احقن به نفس الحيوان من نفس السبيشيز او احقن به حيوان اخر. فمن احقن به حيوان سبيشيز اخر شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده استجابه مناعيه ضده مناعه. فيعتبر بما معناه شنو؟ هو الانتي بوديز نفسه يعتبر از اميونولوجي. اوكي زين من نقول ميونوجين معناها عنده شنو؟ لازم عنده شلون الإبيتوب اللي هي تحفز المناعة اللي موجودة عليه.
على الموليكيول. فالانتيجينيك ديترمينانت المحددات المستضدية، احنا قمنا احنا نحكي كأنه عندي انتيجين وانتيبادي، بس I will use as immunogen. فالمحددات المستضدية on antibody fell in three categories، انه ممكن تقع ضمن ثلاث مجاميع، ثلاث انواع: isotypic or isotype, allotypic or allotype, and idiotypic اللي هي idiotype. الايزوتايبس or isotypic هذول المجاميع الخمسة اللي انتو تعرفوها IgG, IgM, Ig مو تعرفوها خمسة، هذول كل واحدة من عندهم antigenic determinant على سطحهم يختلف عن الآخر. IgG يختلف على IgM مو؟ يعني as a molecule. هي دكتور المحددات المستضدية لكل نوع منها لكل isotype يختلف عن الآخر، هذول احنا خلصانين منهم نعرفهم. اوكي، فإذا isotypic constant region of antibody. If you inject antibody in different species, anti-isotype is generated. يعني أني إذا أحقن IgM أخذ من إنسان معين وجي أحقنه بإنسان آخر، شو راح يطلع لي؟ Sorry, different species. يعني حقنته بحيوان، إيش راح يطلع لي؟ Anti-isotype. Anti-isotype يعني anti-antibody. يعني أنا اعتبرت الانتيبودي as immunogen، راح أحصل يعني كأنه antigen. Antigen ولكن محفز للمناعة نسميه immunogen. من هذا الميونوجين اللي هو antibody أحقنا ب another species يطلع لي anti-antibody. إذا anti-isotype is generated. If within the same species, no anti-isotype. بس إحنا عم نحكي لكم إياها، شرحت لكم إياها. قلت إنه أنا من أحقنا بنفس species ما راح يطلع لي no anti-isotype، يعني إنه ما راح يكون immunogenic. بينما إذا حقنت بspecies آخر راح يكون immunogenic ويحفز لي الأنتي. isotype. واضحة الشغلة؟ واضح. زين. هاي بالنسبة للايزوتايب. دكتورة يعني دكتورة يعني إذا أخذ من إنسان وأحقنه بإنسان ما راح ينطيني أنتي ما راح ينطيني أنتي. بس إذا حقنته بحيوان ينطيني. different species. اوكي، لانه يعتبر بالنسبه الى يعني انتيجين شيء غريب يعرفه. اوكي، الايديوتايب فاكسين كونتين الايديوتايب كونتين انتيجين ديتيرمينن، يعني بمعنى انتيجين سبيسيفيك انتي بودي which behave like epitope similar to epitopes present on primary antigen. وهاي ممكن تكون recognized by a receptor on lymphocyte. يعني بما معناه الايديوتايب vaccine اللي هو مصدر شنو هي antigen يعني molecules antibodies. بس شنو؟ من نوع ايديوتايب. بس شوي نحكي عليها شنو معناها الايديوتايب. الفاكسين هنا مش يحتوي على انتيجينيك ديترمينانت، يعني ما معناه اذا اعتبرنا هذا الفاكسين هو انتيجين يحتوي على محددات مستضديه انتيجين سبيسيفيك انتيبودي. يعني انتو مرات هسه تقولون والله انتيجين وانتيبودي شلون هاي؟ يا بدا ترى القصه انه هو ترى بالاصل هو انتيبودي بس عنده مواصفات خاصه هاي المولكيول، نسميها من تصير هالتغييرات نسميها ايديوتايب
من يصير تغييرات أخرى نسميه allotype. من اللي أشياء اللي نعرفها الخمسة هذول الأنواع مالتها التايب مال الأنتيبادي نسميه isotype. هو antibody it's work as antigen not work as antigen. يعني هو مو تقول له أنت antigen، لا شلون هتستخدمه يمكن يعتبر as immunogen or antigen، يحتوي على epitopes. فهل epitopes وين التغييرات للصير يا منطقة حسب التغييرات ننطي اسم. واضحة يا ما واضحة؟ طلاب دكتورة عيدي هذا دكتورة عيدي احنا هنا اذا ناخذ الانتيبودي مولكيولز از شلون خلينا نقول شلون مسبب مرضي، يعني كانه هو انتيجي او ميونوجين يحفز المناعه، بس ناخذه على اي اساس؟ اذا اخذت الانواع اللي انا اعرفها الاي جي جي اي جي ام واحد من عندهم او كلهم او كذا، هذول معروفين انه وين شي يختلف اي جي جي عن اي جي ام عن البقيه عندهم ابيتوبس، واكو اختلافات اذا تتذكرون بال الدومن. ارجعوا مره لقري الكتاب وشوفوا الاختلافات وين تصير. هذول مختلفين، بس اكو مناطق من يصير بها تغيير اما وراثيا تتوارث بين الاشخاص، يعني اذا معناها اشخاص معينين عندهم هالشيء اشخاص ما عندهم، فمن عندهم ايش اسميها حسب موقع هذه التغييرات اللي تصير اما allotypic or abiotypic. نوعين يصير عندي من الانتيجينيك ديترمينانت المتغيره على سطح الانتيبودي مولكيول، على سطح جزيئه الاضداد. واضحه هسه ولا؟ اي دكتوره. اوكي اذا الايديوتايب احنا اخذنا الايزوتايب. Isotype determinant of constant region. They are found in all animals of the same species. Okay. موجودة بالconstant region اللي اختلافات بين animal و animal اعتماد على هاي، يعني بس هي موجودة عند الكل متشابهة في species الواحد. مختلف species معناها راح يختلفون. Have like epitope, behave like epitope. هذول اللي هي احنا دا نحكي عليها الانتيجينيك ديترمينانت المتشابهة بالسبيشيز الواحد، تعمل عمل epitopes. هي مو ما موجودة بكل الأفراد اللي يتبعون species معين، يعني أكو individuals عنده أو أكو individuals ما عنده، يعني أكو human being عنده وإنسان عنده والآخر ما عنده، بس هم كلهم تابعين لمن species واحد. أكو ماوس عنده وأكو ماوس ما عنده. Antibodies can be أب هاي ما أصور بها الآر زايدة obtained نانا آر هاي زايدة رجعان كتبوها ملاحظة. Antibodies can be obtained امسحوا هاي الآر by injection of the same species which doesn't not have the determinant related to certain disease. يعني بمعنى
إنه الأنتيبوديز اللي يتكون بسبيشيز معين، تتخيل الإنسان عنده دول الخمسة five types مع الأيزوتايب، وعنده أيضا واحد من قسم من الأشخاص عندهم أنتيبوديز ما بيها الأنتيجينيك ديترمينانت اللي إلها علاقة ويا سيرتن ديزيز، بينما أشخاص آخرين عندهم هل أنتيجينيك ديترمينانت. يعني هي العملية كلها فقط أنه تتخيل this is as الأنتيبودي مولكيول it's working as antigen، بس مو أنتيجين عادي وإنما ميونوجين، يعني ممكن يسوي تحفيز للاستجابة المناعية. الأنتيجينيك ديترمينت الموجودة على الميونوغلوبولين قد تختلف من شخص إلى شخص في السبيشيز الواحد، من أنيمال إلى أنيمال within the same species. إيش نسميها؟ نسميها ألوتيبك، إن تختلف. بعد هاي العادية ما خلي لها شكل معين، هنا نجينا خلينا خطوط غيرنا شوية، هاي التغييرات اللي نسميها بألوتيبك. التغييرات اللي موجودة في individuals نفس ال species قسم عندهم قسم ما عندهم، يعني فردية شغلات صفات فردية قسم عندهم قسم ما عندهم. أصور هسه قربت الصورة. النوع الآخر هسه نقعد هسه أشرح لكم إياها أنا بعد أكثر، لأنه ذاك الشرح على الرسم. النوع الآخر اللي هو نسميه بالإديوتيبك ديترمينانت، المحددات المستوردية من نوع إديوتيبك، وين موجودة؟ بالبي ريجن، هاي البي هاي الشكل الواي شيب اللي هنا البي، بالمنطقة هذه هنا راح تكون هاي المحددات المستوردية من الميونوغلوبولين. The third group اللي هي of antigenic determinant اللي نسميها بـ of immunoglobulin exist as a result of unique structures generated by the hyper variable super region or أقولكم ثلاث تعبون تهمين تعبش كده هسه تفهمت السابقة. اي دكتور اذا المهم الايديوتايب هنا راح تكون موجوده بالبي ريجن، ايديوتايب انالوجس تو ايبيتوبس انتيجين ذير ار اي تايبس اوف ايديوتايب، ثلاث انواع من ايديوتايب، من هم الايديوتايب of an immunoglobulin expressing lymphoma cell as vaccine to induce an lymphoma new response. إذا نشوف أنا شلون وصلت الان الايديوتايب اللي ممكن استخدمه ك what as a vaccine. Ideotype of an immunoglobulin اللي ممكن استخدمها باللمفوما لعلاج اللمفوما as a vaccine to reduce حتى يحفز لي شنو؟ يحفز لي anti lymphoma. واضحة؟ ايه دكتورة واضح. اوكي
الساعة خلينا نتركها ونرجع هنا على مود تسهل لكم العملية. راح أعيد اللي شرحته قبل شوية على هذا، راح أعيد لكم إياه بشكل آخر. هاي اللي أنا كاتبته يعني اللي حضرته، مو ماخذة من مصدر معين. الأيزوتype بما معناه refers to something that is generally genetic mutation are the exception. يعني exception هو محدد shared by all members of species. All genetically normal human make هذول الأنواع خمسة اللي قلنا عليهم. So there are antibody isotypes. Genetically إنه بالهيومن أكو هذول الخمسة مش شابين عند الكل. Okay؟ هاي نسميها isotype. هاي تنقرب لكم اللي شرحناه. زين. Allotype شنية؟ Refer to property shared by some members of species. A species. في a species يعني واحد مختلفين إنه مش شابين بعض الممبر عندهم. In a non-immunologic sense I مثلا عندنا شون احنا نقول allotypic انه هم مشابهين بعض الاشخاص في السبيشيز الواحد، مثلا انه العين الاي color is allotypic. Some people have brown eye يعني قسم الكلر مال العين انه ممكن يكون بلو ممكن يكون براون، قسم من عندهم براون قسم بلو والى اخره. In an immunologic sense بما معنى immunologic انه محسوس المناعيا it refer to allelic variant. اذا معناه اكو أليلات مختلفة عند هذا الشخص وعند هذا الشخص ادت الى انه يكون هل الاختلاف بيناتهم on normal genes على الجين النورمال and the proteins of the immune system they encode for example IgG antibodies made by some humans have a particular amino acid at a position of others have a different amino acid at the position the same position يعني. Situation are considered normal and do not affect the function of the protein. يعني بما معناه البروتين اللي متكون يعني من أبو عينة جوزي أو الأخ زاجة ما بيها شيء للفانكشن. البروتين اللي كون اللي نتيجة وجود الأليلات فما راح يغير شيء يعني ما له كثير بالوظيفة. ال IgG antibodies maybe some human have ممكن ال IgG لون المجموعة من الناس يحتوي على أمينو أسيد at position في موقع معين يحتوي على أمينو أسيد particular أمينو أسيد يعني أمينو أسيد خاص إنما أشخاص آخرين يحتوون أيضا على أنواع أخرى أو ما معتهم هاي البروتينات بس هذه معناها إنه ما راح يصير اختلاف كبير بالفاشن بالوظيفة. واضحة؟ حد يسميها allotypes. The allotypes موجودة ب different members in the same species. اختلافات موجودة بأعضاء خلينا نقول السبيشيز الواحد members أفراد السبيشيز الواحد. الإتيوتايب refer to antigenic region of antibody molecule and to T cell receptors as well. أيضا راح يصير تغيير بالمستقبل اللي موجود على T cell that are the part of these structures involved in antigen recognition and or into wide different among antibodies and T cell receptor that bind to the different antigens. The idiotype
اللي هي راح تكون ايضا ما حكينا سابقا المولكيولز اللي تكون موجوده على سطح الانتي الايتوس اللي موجود على سطح الانتي بودي اللي تكون الستركتشر مالتها ايضا راح يكون يعني شلون اللي يشوفه ريكوجنايز باي تي سيل معناه الريسبتر مالتها من يكون له القابليه انه ريكوجنايز تايب ريبورت. واضحه؟ واضحه كلام؟ اي دكتوره واضح دكتوره. اوكي ثاني إذا بدي أسوي ستوب شير وير أجيب لكم ذيك الثانية خلوها على الأسبوع الجاي أو نتكلم يعني بصورة عامة عندنا كم دقيقة نتكلم عن ستور أوف أنتي بودي ستورج شلون أني أحفظ هذا الأنتي بودي اللي خبصنا الدنيا شلون يحضر وشلون مختلفين وياهو الأفضل والأنتيجينيك ديترمينت الموجودة على هالأنتيبادي موليكيول شلون أستفاد منها ممكن أستخدمها أز فاكسين شلون ممكن أني أحفظها. أكو مينلي أكو تو تايبس للحفظ اللي هو شورت تيرم ستورج لفترات قصيرة وأكو لونج تيرم ستورج لفترات طويلة. بس اوفر فيو بصورة عامة فقط انه نقول in comparison to sensitive proteins such as enzyme antibodies are highly stable protein that retain activity in a wide range of biological conditions. اذا معناها الانتيبودي لازم اني احفظه حالة حالة البروتينات البقية اللي تشمل لي مقارنة مع لكلش يكون قسم من أثناء البروتينات كلش تكون سنسيتيف في القزم مثل إنزيم such as إنزيم والأنتيبوديز دول اثنيناتهم are highly stable protein than retain activity إنه يستعيدون الأكتيفيتي مالتهم in wide range of biological condition لما يكون biological condition واسع كبير فإن هذول ممكن يستعيدون الاكتيفيتي مالتهم. أما إذا صارت لخبطة وأنه نتيجة الستورج ممكن أكو ديفكت بالحرارة بالبي اتش بالكذا ممكن إحنا نخسر هذول الإنزيم والأنتيبودي. As a result نتيجة لهالشي the storage is respond reasonably straight forward and should focus on two key considerations. إذا لازم نلاحظ هالستورج وأسبابه إنه الأنتيبوديز ليش إحنا نركز على هاي نسوي focusing على الستورج على الأنتيبوديز لأنه الأنتيبوديز are sensitive to repeated freeze-thawing cycle. يعني it is كلش حساس لعملية إنه إعادة نسوي تجميد وبعدين نسوي توينج وندوبه يكون حساس لهاي العملية السايكل يعني لازم أباوع بشكل كلش محدد وستريت حتى أعرف شون أخزن هالأنتيبادي. اثنين excessive protein concentration dilution particularly or purified antibody can result in material losses on reduction in antibody stability. ايضا لازم الاحظ هل هو هذا الانتيبودي اكو يعني اللي عندي الكونتينر اللي يحتوي انتيبودي اكو excessive protein concentration اكو dilution اكو particularly خصوصا purified antibody عندي يا اكو diluted يا اكو لانه بهالحاله الستابيليتي مالته راح تتغير بنوع الحفظ شلون راح احفظ شلون راح استورج
اعتماد على نوعه، هل هو diluted، هل هو concentrated، هل هو purified or crude، يعني خام بأشياء أخرى. هاي كلها هاي العوامل لازم نلاحظها، ما نفكر إنه اريد عندي حضرت الانتيبادي شلون راح احفظه. واضحه ان شاء الله؟ وقلنا تو تايبس من الحفظ، اكو شورت تيرم فترات قصيره، واكو لون تيرم ستورج. اوكي، اللي هاي على الاسبوع القادم ان شاء الله يعني نكمل هالشغله. هسه قولوا لي احد عنده سؤال على اللي شرحناه؟ طلاب؟ لا دكتورة. أوكي.